مع حلول عيد الربيع الصيني بدأت حركة السفر بمناسبة العيد منذ أسبوع، وحتى الآن سافر أكثر من 8 ملايين راكب بالقطار، وقد وفرت الحكومة مئات من الرحلات الإضافية بالقطار تلبية للطلب المتزايد. وأصبحت الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد أيضا ازدحاما شديدا، فيمكن للسيارات الدخول إلى الطرق السريعة والخروج منها مجانا، وذلك اعتبارا من 7 حتى 13 من فبراير. وتتوقع وزارة النقل أن عدد السيارات على الطرق السريعة في البلاد سيبلغ أكثر من 5,500,000 خلال أيام العطلة، بزيادة قدرها 15% عما كان عليه في السنة الماضية.